امبابي اوعى تكون محضر الكائن الابيض هنا. انا شاكك فيك يا فان دايك اللي انت الكائن الابيض في الاخر. كابتن فان دايك هار اسود هار اسود اشبه اللعيبه وبالذات امبابي وفان دايك هيعملوا حاجه جامده جدا الفتره الجايه وحبيت انا اول واحد اتكلم عليها صح ولا لا يا نجم؟ لا بصراحه متوقعتش اشبه اللعيبه هتعمل كده. لا هيعملوا كده واكتر من كده كمان. اهم حاجه وقبل ما اتكلم في اي حاجه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان عايزين نوصل 500,000 مشترك وتدي لايك لاخواتك عشان بجد تعبنا في اليوم ده. يلا بينا. منيه منور يا كابتن منيه. كابتن امبابي حبيبي النور يا ابني النور يا حبيبي النور يا باشا. اصلا مدحت منور يا كابتن مدحت اخويا بقى على اللي مولع الدنيا اهو حبيبي هو ده. النهارده يا جدعان هتشوفوا احلى فيديو كليب ما نزلش قبل كده ولا هينزل هينزل وهنكسر الدنيا بس ما نزلش قبل كده لسه هينزل جديد بس كملوا معانا اليوم النهارده وشوفوا احلى جوله هتشوفها عينكم النهارده بمعنى كلمه احلى جوله هتشوفها عينكم النهارده. اقول لك حته بالوكسيه بعته يا اسطى هاري اسود فان دايك هاري اسود كملوا معانا يا جدعان. ثانيه بس يا ابني في ايه؟ صادق مالي كان معاكم بابي كان معاكم رايحين تلعبوا في كاس العالم رايحين نلعب في كاس العالم يا ابني احنا رايحين اكبر استديو في مصر علشان شبيه فان دايك هيسجل اغنيه ما حصلتش قبل كده. انت ما سمعتش عن الحوار ده؟ لا. ده مصر كلها هتتكسر الفتره الجايه هتتكسر هنكسر الدنيا كده انت بس كملوا معانا يا جدعان عشان تشوفوا الاغنيه بتاعه شبيه فان دايك هتبقى عامله ازاي. فان دايك كابتن فان دايك هار اسود هار اسود فان دايك نو يكسر الدنيا الفترة الجاية بكلمة هار اسود فمحمد كوتا ورمضان مدحت وحمو بيكا هيكسروا الدنيا بكلمة هار ابيض مش هار اسود. ايه رأيك نجم في اللي بيحصل؟ هار اسود اللي هيكسر الدنيا الفترة الجاية. انت معاوز معانا يا عم وانت ايه رأيك في الكلام ده؟ أنا انت امبابي. من الواضح كده اللي حمو بيكا ورمضان مدحت مش مع محمد كوتا خالص باعوني وراحوا لفان دايك وامبابي ربنا يستر الفترة الجاية. أحلى فيديو كليب هينزل لفان دايك يا جدعان. يا نهار اسود ده هار اسود النهارده احنا رايحين النهارده يا جدعان نعمل كليب لفان دايك فان دايك يا نهار اسود مش هحرق تاني الكليب خلاص استنوا لما ينزل يا جدعان. هار اسود هار اسود على ايام التين اللي احنا فيها مش هتحرق امبابي ده انت حرقت نص الكليب قدام الدنيا كلها. هار اسود انا اللي جبت ايه اللي جاي يا ابني انت معاه ولا معانا يا ابني انا عايز افهم انت مع مين انت مع مين دلوقتي معاهم ولا معانا وانت نظام امك ايه في اليوم ده استغفر الله العظيم يا رب. يلا بينا نشوف امبابي اللي بيقول لك انا مش هحرق الكليب انتوا واخدين بالكم مش هحرق الكليب هار اسود فان دايك يلا بينا يلا نشوف اللي هيحصل. بيقفشوا امبابي هنا هم لازم يقفشوا امبابي بقى مين طالما خارجين النهارده كده وهنعمل فيديو كليب مش عارف ايه لازم تعرف كده عرف الناس يا اسطى يا شباب اللي يعرف الراجل ده يكتب لنا في التعليقات بعد ثلاثة اللي يعرف الراجل ده يكتب لنا في التعليقات ودي يا اسطى بعد اذنك يقول ابو ثلاثة الجمهور وري الجمهور ده باربعة وري الجمهور ايه ده باربعة يا عم امسك بالاربعة امسك كده اعدلوا لي الاعدادات اعدلوا الاعدادات بتاعنا بعد بس امبابي اتصور مع مين بص يا جدعان يا جدعان مش كده لا مش في الكاميرا مش في الكاميرا هتفضحونا تفضحونا ايه بس شفت الخلفيه بتاعت امبابي عامله ازاي؟ كان نفسي ابقى التليفون بتاعك يا امبابي. امبابي العالمي اخويا كوتا احلى راجل في الدنيا اخويا امبابي يا جدعان النهارده هنكسر الدنيا كابتن مانيه طبعا منور الدنيا لا مش وقت خلاص يا فينا التليفون ده اليسون بيرين اهو بيجي على السيره اخويا علاء كابتن امبابي طبعا اخويا مدحت منور يا كابتن مدحت كملوا يا جدعان معانا النهارده اليوم هيبقى جامد جدا ايوه متسجل اليسون يا فان دايك فان دايك جاي يهزر مع اليسون اليوم النهارده جامد جدا خدت الصدمه انا كده اليسون يرن واليسون اصلا ما كانش معانا الا فان دايك اللي بيرد حاجه غريبه جدا لا اله الا الله الله اعلم زي ما انت ما شفت كده يلا بينا يا جدعان نكمل اطلع كوبري المطريه اطلع كوبري المطريه اطلع كوبري المطريه يا ابني قول له انت هتخش منين انت يا ابني مش عايز تغني لازم تطلع كوبري المطريه مش عارف انت عندك بتعمل ايه انت هتخش منين يا ابني كملوا معانا يا جدعان وهتشوف يوم جامد جدا النهارده سلام سافر السعوديه ماشي بعد الثلاثه بقى انت عندك ماتش دلوقتي عندك ماتش مع الشباب اجي ربنا يعافيك يا كابتن على السلامه اتكلم على كريستيانو طبعا شبيه ساديو مانيه مشي بعد الثلاثه اللي اخذهم فمش هيجي معانا النهارده يلا بينا اليوم مش هيقف عليه خدهم من مين الناس هي اللي هتقول في التعليقات مش احنا ماشي الناس مش عارفه حاجه الناس عارفه كل حاجه والناس هتقول لك في التعليقات طب هيقولوا هيلاعب مين النهارده يلا يا جدعان نكمل ايه يا عم حصل ده ساديو مانيه انسحب من اول جوله والله يا ابني ما عارف ايه اللي بيحصل ده شفتوا يا جدعان ساديو مانيه انسحب من اول جوله كده 50-50 على طول ربنا يستر المفروض يا جدعان احنا جايين نسجل هنا بس مش عارف امبابي اوعى تكون محضر الكائن الابيض هنا انا شاكك فيك يا فان دايك اللي انت الكائن الابيض في الاخر انت يا كودا فان دايك هو الكائن الابيض
مش عارف يا رمضان. على فكرة يا شباب في اللحظة دي أنا افتكرت فعلا فان دايك هو الكائن الأبيض بجد، لأن الكائن الأبيض طويل جدا وفان دايك في نفس الوقت طويل جدا. فبالله عليكم بالله عليكم كمان مرة، اللي شاكك اللي فان دايك هو الكائن الأبيض يا ريت يقول لنا عشان ناخد حذرنا منه، من غير ما نضيع أي وقت نمسك فان دايك ونعلقه على عرضه وننزل في ضربه ونجيب مبابي وأجباء اللعيبة كلهم يضربوه علقة سخنة، لأن هو كده هيطلع الكائن الأبيض. بس بإذن الله مش هيطلع هو الكائن الأبيض، فربنا يستر علينا الفترة الجاية. ايه ده شكله اهو بقول لك بتعمل ايه؟ بص يا جدعان جاي نسجل اغنيه هنا سبحان الله. يا كلوب كلوب ده بيقول لك كلوب كابتن كلوب كلوب لا 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 كلوب كلوب ده يا نهار ابيض الراجل ده انا عارف ليه ده يا اسطى احمد العرب على دماغي عارف انت صار اللحظه حاسمها دي هتعمل ايه تطلع الكائن الابيض في كائن ابيض في المكان ده يا جدعان كائن هو كلوب بس تعالى مش هنا ولا هتلاقي في المشاغل كان واقف تحت يا عم دلوقتي حالا حالا انا على لقيت صوره ده طلعنا لك يا جدعان كائن اوعى يا ابو طب ايه مش هنلعب ساعة انت من المكان يلا قال لك ايه ملك الموال ده سمع لهم حاجه ده عشان دايب اهو هينزل على اليوتيوب اهو يلا اسمه عمود المواويل ماشي يلا يا عم غير اسمه ايه الناس سالوني بتبكي ليه انا قلت ببكي ماليش حبايب صوته جامد قوي انتوا سمعتوا يا جدعان اللي احنا سمعناه الراجل ده صوته عايز اقول لكم في نبحه قمريه نبحه قمريه صوته بيطلع من كوكب الارض للقمر على طول هو في كده هو ده كان الابيض هو ده اخيرا جوت لا كان الابيض ما في واللي يروح شكرا ما تجيش والقولوا تسلم وتعيش مش حشيش دول تلعب لما احنا لعيب الكوره طب بص يا اسطى مش هنلعب ساعه بجد بالله على الوضع يا اسطى انا عايز اعمل طلعوا الفيديو ده ترند عشان خاطر ده احنا هنعمل فيديو انا وانت الراجل ده بعته لي اردروب عشان نجرب يا جدعان في مواهب مدفونه والله في مواهب مدفونه زي الراجل ده كانوا كانوا بس الكلمات الارض بس انا ما ما تسيب الغنى اللي بتاع الغنى انت بتقطع عليا ولا يا ابني بس يا عم بس اوعى تدي له الامان لا يوم ينزل لك اوعى تدينه اوعى خلي ماشي حالك اوعى ودي خالك وسيب الحبل اللي علي فاروق اهو سيبك لا يا جدعان قلبي وجعني قلبي وجعني جامد من اللي بيحصل ده الله ده صوت ده صوت يا امبابي حرام عليك المايك كان هيتخرب كده وصلنا الاستوديو باذن الله مصر كلها هتسمع عندنا الفتره الجايه اهم حاجه بقى يا نجم ايه ونشترك في القناه وفعل زر الجرس وندي لايك عشان الدنيا كلها تشوفنا انتظروا المفاجاه اللي هتنزل الفتره الجايه هتكسر الدنيا باذن الله اهم حاجه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودي لايك لاخواتك علشان عايزين نوصل نص مليون مشترك احلى مسا عليكم ربنا يكرم كل واحد مجتهد